ماجد، شوف أنا بعطي ثلاثة أمثلة، اثنين منها مع رؤساء أندية وواحد منها مع مدرب وناس لهم قيمتهم في كرة القدم. الأمير عبد الرحمن بن سعود رحمة الله عليه مرة من المرات جابوا لاعب برازيلي، أظن إذا ما خلتني الذاكرة ويمكن أبو نايف يساعدني، اسمه كاريوكا. فأنا قلت له يا أبو خالد الله يرحمه، قلت أبو خالد أنا قريت عن اللاعب ما عنده شيء إلا أنه يسدد. قال لي ماجد لازم تفهم حاجة مهمة، كرة القدم 50% منها أهداف، وإذا أنا عندي لاعب، عندي لاعبين مهاريين في النصر، إذا عندي لاعب أقدر أستفيد من قريب من 18 وتسبب فاول وكأن الفاول بلنتي، يعني زي ما قلت أنت في المدرج أحيانا يهنون بعض قبل، يعني خلاص كاريوكا موجود مضمون نقول وسجل على فكرة كثير. ولو ترجع للمباريات اللي كان مع أنه ما طول ترى كثير، لكن لو ترجع كل الأهداف اللي سجلها من كور ثابتة. المثل الثاني محمد بن فيصل، وهذا مثل قريب جدا طبعا. لا جوفنكو عنده صنع، عنده أشياء كثيرة فنية أخرى إضافة إلى أنه، لكن قال لي في وقتها من ضمن يعني أحد أكبر الحوافز اللي خلتهم يقررون يجيبونه أن الرجال عنده حلول في عملية الكور الثابتة. أختم في مين؟ في فيرغسون، لما رحنا مرة من المرات المانشستر وجلسنا مع جلسة حبية، فكنا نتكلم عن كريستيانو تحديدا وقت ما كان في مانشستر. تعرف إيش كان يقول؟ يقول كريستيانو يتدرب 40 دقيقة زيادة عن اللاعبين بعد ما ينتهي التمرين وكلهم راحوا، يمكن الأنوار بدأت تطفى، أوكي؟ الأربعين دقيقة ذي يحطون له حائط يعني مش بشري، صناعي، ويقعد الرجال يسدد، ينمي زي ما قال ابو نايف عملية تنمية المهارة. وبالمناسبة حتى عمر السومة انا سمعت الى درجة انه في نادي خاص في صالة مغلقة في جدة، اوكي، واللي قال لي يعرفه صديقة قريب منه جدا، انه يشتغل على نفسه صباحا على هذا الجانب. فهي عملية تنمية، وزي ما قلت انت اللاعب اللي عنده حلول هذا اللاعب اللي بالضبط يقول لك